اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرادنبرغ جولة أولية من النقاشات في العاصمة الأردنية عمان لفتح طرق رئيسية في تعز ومحافظات أخرى، وذلك بموجب اتفاق الهدنة الذي أبرم بواسطة أممية. ووضع اقتراح لإعادة فتح الطرق بشكل تدريجي تضمن آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين بناء على النقاشات التي استمرت لثلاث أيام والخيارات التي طرحت من قبل الطرفين.